هسه اولا ماكو ربط للمول ولا مستشفى اهلي ويا المواطنين. زين هذا كله ضوابط ايصال التياري الكهربائي يطلع بمحوله خاصه واحده ماكو ويا مواطنين. هاي واحده. ثانيا اليوم يعني احنا المول والهذا والمجمع السكن ما نعطي كهرباء، لازم نقضي على الحركه الاقتصاديه وهاي لازم ما نعطي. انت لا تموه بهذا التبويب رحم على ابوك. زين المغذيات الله يحفظك لا تموه بهذا التبويب. لا شلون؟ لعد ليش ما اعطيته البسمايه؟ ليش فرضتوا على الشركه انه يجيب محطه؟ هسه خوش احكي على شو بس مال ابو هانو تفرضون عليه محطات، بس من يجي زيد وعبود القريب من الاحزاب والقريب من السياسيين لا نعطيك كهرباء. هسه تحكي على بسمايه؟ كمل. بسمايه فرصه استثماريه، حائز على فرصه استثماريه، كل المجمعات السكنيه ضمن قانون هيئه الاستثمار ينشئ محطه خاصه بالمجمع. زين هاي المجمعات مو فرصه استثماريه؟ غير كلهم يسوون محطات. الا ايش ما تفرضون عليه مثل ما تفرضون على هانو. فرضنا اي فرضنا. وينك فرضتوا عمي؟ وينك فرضتوا؟ تحكي صدق كذب استاذ احمد. انا اروح وياك للمجمعات وشوفني المحطات الكهربائيه الخاصه بهم. تمام استاذ علاء حتى الان استغرقوا هاي القصه يعني عندهم مدف كلش كبير. هو قانون الاستثمار الفرصه الاستثماريه اللي حازها من هيئه الاستثمار بتقول يحط محطه للمجمع. مواني عندك شيء جواب؟ قانون الاستثمار اريد اسالك انا.